بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم متابعي قناة تفسير الله والأحلام. نقدم لكم اليوم حلم الزواج للمرأة الحامل، هل يمكن تفسيره؟ يعتبر حلم الزواج للحامل من أغرب الأحلام والتي ترتبط بها في الوقت عينه مجموعة من المعاني والتفسيرات المختلفة. وفي فيديو اليوم الذي اخترنا التوقف عنده وندعو بمرافقتنا واكتشاف أبرز انعكاساته ورموزه. عندما تتزوج المرأة المتزوجة من شخص غير زوجها في المنام، فذلك إشارة إلى الرزق والخير اللذان سينعم بهما في حياته. في حال تزوجت في الحلم من زوجها، فذلك يشير إلى تجدد علاقتها به، كما يبشرها بالربح المادي الوفير. عندما تتزوج المرأة المتزوجة من شخص ميت في منامها، فذلك يحذرها من المرض الشديد وخطر الموت في الواقع. يشير الزواج للحامل إجمالا من شخص قريب عنها في المنام إلى ولادتها الأنثى، أما زواجها من زوجها في الحلم فيدل على ولادتها لذكر. غالبا ما يبشر هذا الحلم بالولادة السالية التي ستنعم بها الحامل في الواقع. يرمز كذلك هذا الحلم إلى زواج أحد الأبناء قريبا في الواقع. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو. أرجو منكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.